انطلقت أشغال تهيئة الأحياء منذ نحو الشهر ولم تنتهي، لتجعل من الشارع الرئيسي لدراريا بالعاصمة ورشة أعمال، وتحول من هذه الساحة التي كانت متنفساً لساكني حي 617 مسكن لمجرد مساحة جرداء يملأها الغبار. أنا قلعونا كل قدره وقلعونا كلش وخلوها مدة هذوك شهر ونص ولا شهرين، خلوها أنا قضية يجي الغبار يطلعنا كلش للباطيمات اللي اسمو عودنا يومياً ديارنا يتعمروا بالغبرة، وما كانش واحد من السلطات ولا أي واحد جاء قال عليه. دوك احنا عندنا قبل رمضان جاوا حفروا طريق، حفروا كاع لي طروطوارات، احنا فرحنا قلنا دوك البلدية شافت فينا راح تبدل لنا حوايج بزاف، راح نتغيروا راح كذا، إبا ما بان والو. أصحاب المحال التجارية أبدوا تذمرهم من التباطؤ في إنهاء الأشغال، وهو ما تسبب في التأثير على تجارتهم. يعني كليو كيجي لهنا نستقبلوه والله غير حتى نحشمو يا أخي، نحشمو باش طريق كيما عادية. الله يبارك دراريا ما شاء الله، مطاعم الله يبارك ما شاء الله هنايا، باش تجي لهنا وتشوف طريق كيما هادي عندهم واحد أمواعيد مي قلت لك ملي جاو حفروها ومازالها كيما راهي يا خويا. يجي لك ليجيان يقول لك راك موسخ كيفاه؟ إيه يغلق لك ونتنقي اليوم غدوة الصباح تلقاها كيف كيف. نائب رئيس البلدية المكلف بتهيئة الإقليم كان له رد حول ما سماه المواطنون تباطؤ الأشغال. نحن نعلم أنه فيه ظروف الإنجاز، وهو أن الشركة كان لها مشاكل في تموين المشروع فيما يخص المواد البناء، ولكن نقول لكم بلي لا كومونسي ديجا بلاسي لي بوردور بور افوار لو نيفو، وقت اللي عنده بروبليم في التموين التموين دوقا بدا يجيب المواد البناء، وان شاء الله يفونطامي لي ترافو في هاد لا سيمين ا بارتير دو ديموش ان شاء الله. على امل ايفاء نائب رئيس البلديه بوعده وانطلاق الاشغال، يبقى اهل الحي واصحاب المحال التجاريه يدفعون ضريبه التاخر في اتمام مشروع كان بالنسبه لهم نعمه لينقلب الى نقمه عكرت صفوهم.